مساء الخير. يلتحق بنا من موسكو رئيس برنامج السياسة الداخلية في مركز كارنيجي في موسكو أندري كلاسينكوف. أندري، أهلا بكم. أهلا. السؤال الأول، هل يمكننا أن نقول إن هناك علاقة بين زيارة بوتين وتفجير مترو سان بيترسبورغ؟ أنا لا أعتقد أن الإرهابيين يتابعون التوقيت الرئيسي لدرجة التخطيط لتفجيرنا خلال هذه الزيارة، وطبعا هذا يعتبر اقتراحا فقط. إن كان كذلك فقد تم التخطيط له بصورة في قمة الدقة. لماذا حدث ذلك في هذا التوقيت بالتحديد؟ لماذا هجمات نيس وبروكسل وميونخ حدثت في ذلك الوقت وليس في يوم آخر؟ إنها استراتيجية الإرهاب، ولا أعتقد أن الإرهابيين في سان بيترسبورغ أكثر ذكاء أو دقة من الإرهابيين في بروكسل أو باريس، فلكل منهم منطقه الخاصة، ولكن لا أعتقد أن ذلك يرتبط بالأحداث السياسية. نعلم أن التفجيرات الأخيرة في روسيا تعود إلى عام 2013، وما حدث اليوم يبدو أنه عملية خطط لها جيدا. ما هو تعليقك حول هذا؟ هل هناك توجه جديد أو وضعية مختلفة؟ إن الأمر يبدو أنه لم يتغير، وهدوء الوضع كان خدعة، والوضعية تم تقديمها على أننا نبقى بعيدا عن كل التطورات في العالم، وكأنه ليس لنا علاقة بالعالم أو أن جهاز الأمن الفيدرالي هو الأفضل في العالم. طبعا الثقة التي زادت في جهاز الأمن الفيدرالي بسبب الخوف من الإرهاب ستتراجع حدتها، وطبعا هذا رأي فقط. كيف سيؤثر ذلك على الروس؟ في الظروف الحالية الثقة في الحكومة ضعيفة، فالرأي العام تغير بعد فرحة القرم، وأعتقد أن الثقة ومعدل الشعبية سينخفض قليلا، وهذا لا يتعلق ببوتين لأن بوتين محمي، فهو رمز في روسيا وليس شخصا عاديا، إلا أن شعبية الحكومة قد تتراجع لأنها تمكنت من ضمان أمنها لكنها لم تتمكن من ضمان أمن الأشخاص. شكرا لكم. كان معنا رئيس برنامج السياسة الداخلية في مركز كارنيجي في موسكو أندري كلاسينكوف.